أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في فندق راديسون بلو خورديرا دبي. اليوم فندق راديسون بلو منظمين عبارة عن مسابقة طهي عبارة عن أربع أطباق مختلفة من أربع أجزاء مختلفة من اللحوم الأمريكية. طبعا اللحوم الأمريكية هي الراعي الرسمي لهذه المسابقة. المسابقة من تنظيم الجمعية الإماراتية للطهي برئاسة الشيف أوبي ميكيل، دايركتور شيف في فندق راديسون بلو ورئيس الجمعية الإماراتية للطهي، نائب رئيس اتحاد طهاة العالم. أيضا لدينا اليوم اجتماع للجمعية الإماراتية يتم فيها التعرف على الطهاة، حلقة التعارف، أيضا يتم فيها مناقشة المسابقات التي سوف تتم مستقبليا ومنح الشهادات للأشخاص الذين فازوا في المسابقة اليوم. مثل ما احنا شايفين هناك في الحكام معنا بجاهم، الحكام طبعا عم يحطوا العلامات للمتسابقين. راح يكون في عنا ثلاث فائزين. وطبعا اليوم باجتماع الجمعية الإماراتية فيه العديد من الموردين، وفي موردين جايين لأول مرة مثل مارتينو وكاسيلو اللي هن موردين الطحين والبيتزا الإيطالية والإيطالي برودكت.